هل يلزم للساحر حتى يكون ساحرا أن يهين اسم الله عز وجل وأن يمزق المصحف وما إلى ذلك مما يذكر كثيرا؟ قد كان السحر قبل أن تكتب المصاحف ولا يشترط ذلك، بل هذا من دخيل الشيطان وعمله حتى يكفر الإنسان، لأنه يكفر بتمزيق المصحف وبإهانة اسم الله ونحو ذلك. لكن المهم أن السحرة فعلا لا بد أن يتخلصوا من كل ما هو دين سماوي مطلقا، لا بد أن يتخلصوا من ولا ذلك، ولا يكون ساحرا إلا بهذا. السماوي. أغلب السحرة لا بد أن يكونوا كذلك، مع أنهم يعلمون في مقابل ذلك صحة الدين وبطلان ما هم عليه. معنى ذلك أنه لا يكون الساحر إلا كافرا، إيه على هذا الاعتبار السحر بمعنى التعليم والتعلم، إيه نعم. لا يكون إلا طيب كافرا. سنأتي إلى هذا.